يعني سألتني على قضية النضال ليش نضال يعني الجواب كتير بسيط فيش إنا إمكانية تانية أنا مفكر إنه لما نحكي على مدينة عكا إحنا بنحكي على قضية الفلسطينية عموما داخل إسرائيل يعني إحنا بنحكي على 20% حوالي من السكان اللي عايشين في هاي البلاد في ظروف يعني في ظروف كتير صعبة إذا بأخذنا مدينة عكا كمثال إحنا بنحكي على بلد قبل 48 كانت بلد عربية بعدين 48 موازين القوى انقلبت عكا صفت بلد مختلطة مع غالبية 70% منها يهود 30% فلسطينية داخل والمحاولات كل الوقت بتكون لتهويد هاي البلد إذا كان نحكي اليوم على قضايا اللي بتمس الفلسطينيين الموجودين في الداخل إحنا بنحكي على قضايا السكن بقضايا السكن إحنا بنحكي على كل قضية الخرائط الهيكلية اللي لحديث اليوم إحنا بنحكي على أكثر من 60 سنة لحديث اليوم ما فيش تصريحات أو ما فيش موافقات على بناء خرائط هيكلية للبلدات العربية إحنا بنحكي على هدم منازل في البلدات العربية إحنا بنحكي على إخلاء ناس من بيوتهم بحجج متنوعة وبحجج مختلفة كل الوقت محاولات إنه نطلع سكان البلد ونزيد الضائقة والتضييق عليهم الفلسطينيين في الداخل إحنا بنحكي حوالي 60% مننا عايشين تحت خط الفقر هذا بيقول إنه يعني في عنا غالبية والمجتمع الفلسطيني في الداخل هو مجتمع شاب هو مجتمع اللي في غالبيته شباب فإحنا بنحكي على مجموعة كبيرة من الناس اللي ظروفهم الاقتصادية كتير كتير سيئة النضال من ناحيتي هو حق اللي يعني بيشعرني بوجودي بهذا المحل بشعرني انه يعني في اهميه لوجودي هون بشعرني انه انا انساني عايشه حيه مش انساني ميته لانه غير هيك انا بشوف انه يعني بامكان القهر والواقع اللي احنا عايشين فيه انه يعني يخلينا ناس اللي ميتين في وجودنا هون انا برفض اكون ميته